تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. انفجرت سيارة مفخخة في محافظة اللاذقية السورية اليوم السبت لدى مرورها قرب حاجز عسكري تابع للنظام السوري بحسب ما أفاد به ناشطون، واختلفت التقديرات حول عدد القتلى، فيما أعلنت صفحات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي قريبة من النظام السوري أن عدد القتلى ارتفع إلى 3 عسكريين. صعدت قوات النظام السوري قصفها على حي جوبر وعين ترما خلال الساعات الماضية بعدد من صواريخ أرض، بالإضافة إلى سقوط 5 قذائف مدفعية إحداها تحوي غاز الكلور السام وسط حي جوبر، ما أدى إلى قتل 5 مدنيين وجرح العشرات، بعد أن كان من المرتقب أن يجري تطبيق هدنة وقف إطلاق النار بين كل من قوات النظام وفصائل المعارضة السورية بضمانة روسية، إلا أن المنطقة شهدت تصعيدا من قبل قوات النظام. أعلن الجيش اللبناني اليوم إحراز تقدم على الأرض في عملية فجر الجرود البرية ضد داعش في تلال رأس بعلبك شرقي لبنان، وسيطر الجيش على تلال استراتيجية في تلال القاع، كما تقدم باتجاه السيطرة على تلال أخرى في منطقة تلال رأس بعلبك. وانطلقت عملية فجر الجرود اليوم بعد قصف مكثف بالمدفعية خلال الليل. قتل 7 أفراد من تنظيم داعش الإرهابي في قصف جوي خلال عبورهم من مدينة القائم غربي العراق إلى سوريا. وأكد مصدر أمني في محافظة الأنبار أن طائرات قوات التحالف الدولي قصفت عددا من أفراد داعش خلال محاولتهم العبور من القائم غرب مدينة الرمادي إلى سوريا. أعلن وزير الداخلية الإسباني اليوم أن الخلية المكونة من 12 شخصا على الأقل التي وقفت وراء اعتدائي برشلونة وكامبرليس تم تفكيكها، في حين ما تزال الشرطة تبحث عن رجل يدعى يوسنس أبو يعقوب، وأن أفراد المجموعة المشتبه بهم هم 4 تحتجزهم الشرطة، و5 قتلوا في كامبريلس، و3 تم التعرف عليهم بينهم يونس أبو يعقوب، وآخران ربما قتلا في تفجير الكنار. قالت الشرطة الفنلندية اليوم إن المشتبه في تنفيذه عملية الطعن في مدينة توركو مساء الجمعة مغربي الجنسية يبلغ من العمر 18 عاما. وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق إن الشرطة دهمت شقة في شرق مدينة توركو، وأوضحت أنها متأكدة تماما من تحديد هوية المهاجم الذي قتل 2 وأصاب 8 بجروح خلال عملية الطعن. نهاية الموجز، في أمان الله.